احنا من فترة كنا اتكلمنا على الـ IDC Classification للـ PDC Bits، وإن شاء الله هنبتدي نتكلم على الـ IDC Classification للـ Tricone Bits. الـ IDC كود للـ Tricone Bits بيتكون من 4 خانات، الثلاثة الأولانيين عبارة عن أرقام، والخانة الرابعة عبارة عن حرف أو أكتر. من الكود أقدر أعرف للوهلة الأولى الدقائق اللي معايا ده بينتمي لأنه جروب من الاثنين مين جروبس بتاع الترايكون بيت، هل هو ميلد توث بيت ولا تانجستر كاربايد انسرت بيت. من النظرة التانية، هو بناء على مواصفات الفورميشن من حيث الهاردنس ومن حيث الابريسيفنس اقدر اتخيل حجم الكاترز، عددها، السبيسنج بينها وبين بعضيها، والانجوجمنت بتاعة الكونز. من النظرة الثالثة اقدر اعرف نوع البيرنج بالتفصيل، وبناء عليه اقدر اعرف اذا كان هيتحمل الـ RPM اللي انا هشتغل بيها ولا لا. ومن النظرة الرابعة والاخيرة اقدر اعرف ايه هي الـ Additional Features اللي موجودة في الدقاق ده، ومدى موافقة الدقاق ده للابليكيشن اللي انا هستعمله فيه. وزي ما هنشوف بعد كده واحنا بنتكلم على الاي دي سي كلاسيفيكيشن، ان في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه هي تدعيم الجيج بانسرتس على الهيل رو، والنقطه الثانيه اللي هي البيرنج تايب. الصورة اللي قدامنا دي السهم الأصفر بيشير إلى الجيج رو، أما هنا فالأسهم الصفرة دي كلها بتشير للهيل رو، وبتشير تحديدا للتانجستن كاربايت انسرس اللي بتدعم الجيج في الهيل رو. أما المنطقة اللي بيشير إليها السهم دي فدي تعرف باسم الليج. ولو قلبنا الدقاق كده فممكن نلاقي في المنطقة أعلى الليج دي طبة أو فيتنج للريزرفوار جريز أو ملاقيش. المقصود بالبيرنج في الترايكون بيتس اللي هو نوع المحور اللي بيلف عليه الكون. بصفة عامة في 4 أنواع أساسية من البيرنج: الأوبن رولر بيرنج، والاير كولينج رولر بيرنج، والسيلد رولر بيرنج، والسيلد جورنال بيرنج. ايه الفرق ما بينهم؟ بالنسبه للرولر بيرنج بيبقى فيه في الاول صف من البولز او الكور، بيليها للخلف صف من الرولز او الاسطوانات الصغيره اللي بيلف عليها المخروط. بالنسبة للجورنال بيرنج او الفريكشنال بيرنج بيبقى موجود بس الصف الاولاني من البولز او الكور، اما في الخلف ما بيبقاش موجود الرولرز، ولكن السطح الداخلي للكون بيدور على السطح الخارجي للمحور نفسه، ومن هنا جت تسمية الفريكشنال بيرنج. أما وصف البيرنج ده إنه أوبن أو سيلد فده بيتوقف على وجود أو رينج في نهاية البيرنج ولا لأ. وظيفة الأو رينج دي إن هي بتعمل كحاجز أو كسيل ما بين المحتوى الداخلي للكون اللي هو البيرنج
وبين المض أو الطفلة اللي موجودة في الوسط المحيط بيها. وممكن بالعين المجردة كده لو بصيت للدقاق أقدر أعرف إذا كان البيرنج ده open ولا sealed. في حالة السيلد بيرنج بيبقى موجود على الليج من فوق طبة على الخزان بتاع الجريز. وبكده بقى موضوع الاوبن بيرنج ده تحصيل حاصل، ان الاوبن بيرنج ما بيبقاش موجودة الاورنج اللي احنا ذكرناها قبل كده. وبالتالي الطفلة ممكن تخش وهي اللي بتقوم بعملية تبريد البيرنج. وبالنسبة للاير بلاست بيرنج فده المخروط او الكون مشابه للاولاني، ولكن فيه ممر مباشر بيخش منه الهواء عشان يبرد الكون. وطبعا بديهي ان النوع ده من البيرنجز ما بيستخدمش في حالة المد دريلينج، ولكن بيستخدم فقط في حالة الاير دريلينج. وممكن طبعا بالعين المجردة كده احدد اذا كان اوبن بيرنج ولا لا، ان انا مش هلاقي الطبة اللي موجودة فوق الليج اللي انا شفتها قبل كده في حالة السيلد بيرنج. الحقيقة دي كانت مقدمة لابد منها قبل ما نخش في التفاصيل بتاعة الـ IDC Classification للـ Tricone Beds. أتمنى إنها تكون عجبتكم. إن شاء الله المرة اللي جاية في الجزء الثاني هنبتدي نخش في التفصيل في الكود نفسه، وهنوضح بطريقة مبسطة جدا إيه معنى كل item من الـ items بتاعة الكود، وهندي العديد من الأمثلة عليه.